يعطيك العافية. اليوم رح نحكي عن آخر مجموعة دوائية في مجموعة الكولينيرجيك دراجز. خليني أذكركم، إحنا أخذنا ماسكولينيك أغونيس، ماسكولينيك أنتاغونيس، أسيتيل كولينستريز إنهيبيتورز، وهلأ رح نحكي عن آخر مجموعة في مجموعة أدوية الكولينيرجيك دراجز اللي هم النيوروماسكولار بلوكينج إيجنتس. خلينا نراجع شو عم بصير at the neuromuscular junction. لما يوصل عندنا action potential للموتور نيورون، هذا موتور نيورون اوكي، وهاي مصل، رح يصير عندنا ريليز للاسيتيلكولين. الاسيتيلكولين وين رح يرتبط؟ رح يرتبط على النيكوتينيك ام ريسبتور الموجوده على الممبرين اوف ذا مصل. لما يرتبط رح يفتح الصوديوم شانل، يدخل مور صوديوم داخل الممبرين اوف ذا مصل، بصير عندنا شيء اسمه depolarization نتيجة دخول البوزيتيف ايون شانل داخل الممبرين. ما رح يصير عندنا تغيرات داخل المصل بحيث انه تنتهي بكونتراكشن. فالوضع الطبيعي انه يصير في عندنا ارتباط لما يجي اكشن بوتنشال للاسيتيلكولين على النيكوتينيك ام ريسبتور، فبصير عندنا شيء اسمه depolarization نتيجة دخول صوديوم شانل داخل دخول الصوديوم ايون نتيجة فتح الصوديوم شانل تدخل داخل الممبرين، فبصير عندنا تغير في البولاريتي around the membrane، هاي بنسميها depolarization. هلا الاسيتيلكولين رح يصير له unbinding ويطلع من الريسبتور، وهذا رح يعمل لنا repolarization عشان يرجع البولاريتي لوضعها الطبيعي قبل ما يرتبط الاسيتيلكولين. لازم هاي السايكل تضلها موجودة عشان تكون المصل المهيئة انه يصير لها contraction. Depolarization, repolarization. المجموعة الدوائية اللي قلنا رح نحكي عنها اليوم هي Neuromuscular Blocking Agents. هاي Neuromuscular Blocking Agents بيشتغلوا by blocking nicotinic M receptors اللي هم موجودين at the neuromuscular junction. لما أنا أعمل blocking للnicotinic M receptors رح أمنع الأسيتيلكولين from binding، فبالنهاية النتيجة رح تكون skeletal muscle relaxation. وين أنا ممكن أحتاج skeletal muscle relaxation؟ mainly during surgery، بحاجة إنه المريض خلال العملية تكون skeletal muscle تبعته relaxed عشان surgeon will work easier. ثاني شغلة، بحاجة skeletal muscle relaxation للمساعدة في عملية mechanical ventilation. لما نكون عم نعمل mechanical ventilation للpatient بدنا تكون skeletal muscle تبعت التنفس في حالة relaxation حتى ما تعارض شغل mechanical ventilator. كمان الـ neuromuscular blocking agents سمحت للأطباء إنهم يستخدموا جرعة أقل من الأنيستاتيك agent. زمان كانوا يستخدموا الأنيستاتيك agent عشان يحقق شغلتين، يحقق الـ unconsciousness زائد للمصل relaxation، فكانوا يضطروا يستخدموا جرعة عالية من المخدر، فدائما يكون في خوف من موضوع risk of respiratory depression نتيجة الجرعة العالية من المخدر، بالإضافة لأنه الريكفري من المخدر كان يأخذ فترة طويلة. هلأ مع وجود Neuromuscular Blocking Agents صارت هي الأساس عشان نحصل Relaxation for the Skeletal Muscle، ويعطوا جرعة أقل من الأنيستاتيك Agent عشان بس تعمل Unconsciousness. فالNeuromuscular Blocking Agents سمحت to decrease the dosage of general anesthetic agent، وبالتالي decrease the risk associated with anesthesia، وبالتالي decrease the risk of respiratory depression، وبصير recovery fast from anesthesia نتيجة إني أنا استخدمت جرعة أقل. هلا الـ neuromuscular blocking agents الموجودين مقسمين حسب الـ time course of action. ففي عنا long acting neuromuscular blocker، في عنا intermediate acting، في عنا short acting، وفي عنا ultra short acting. طبعا بهمنا نعرف انه هذه الـ different duration for the neuromuscular blocker بتساعدنا عشان نقدر نحدد which neuromuscular blocker to use حسب العملية وحسب مدتها. اذا كانت العملية طويلة نحتاج نستخدم neuromuscular blocker from the long acting group عشان مدة العملية يضل عندنا في skeletal muscle relaxation طول فترة العملية.
رح نحكي عن التيبوكيورالين كمان شوي اللي هو مثال على لونج اكتينج نيوروماسكولار بلوكر. وفي عنا الانترميديت اكتينج بيكون فترة الديوريشن اوف افكتيف باراليسيس بتكون بحدود من 20 ممكن توصل ل 40 دقيقة. شورت اكتينج من 10 الى 15 دقيقة التايم اوف افكتيف باراليسيس للسكيليتال ماسل. وعندنا الالترا شورت اللي رح نحكي عنه اللي هو ساكسينيلكولين، الوقت تبعه بسيط جدا يعني 4 ل 6 دقائق بضل عندنا الباراليسيس بعدين بيروح. ساكسينيلكولين تذكروه لانه رح يكون تابع لمجموعة اخرى من النيوروفاسكولار بلوكر، رح نحكي عنها ان شاء الله بالسلايدات القادمة. بالاضافة الى تقسيم النيوروفاسكولار بلوكينج ايجنت حسب التايم course of the paralysis, the duration of action. حكينا انهم بتقسموا للونج اكتينج وانترميديت وشورت والترا شورت. كمان النيوروماسكولار بلوكينج ايجنت حسب طريقه عملهم بتقسم لمجموعتين، يا انهم بسموهم انتاغونست نون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكر، او بسموهم اغونست ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكر. طبعا الاثنين رح يشتغلوا at the neuromuscular junction، لكن في منهم رح يشتغل باسلوب الانتاغونست نون ديبولارايزنج، وفي منهم رح يشتغل باسلوب الاغونست اللي هو ديبولارايزنج. وهلا رح نوضح شو المقصود بكل واحد خلال الشرح. هلا حكينا انه النيوروماسكولار بلوكرز مقسمين لحسب الديوريشن اوف اكشن، وكمان مقسمين بحسب الميكانيزم اوف اكشن. ففي عنا نون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكرز وفي عنا ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكرز. خلينا نبدا بالنوع الاولاني اللي اسمه نون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكرز، ومثال عليهم التيبو كيورالين. لما احكي نون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكر فبقصد فيها الادويه اللي عندها قدره تشتغل انتاغونست على النيكوتينيك ام ريسبتور at the neuromuscular junction، وتيجي ترتبط مكان ما الأسيتيلكولين لازم يرتبط، تسكر على الريسبتر وبالتالي ما يقدر الأسيتيلكولين يرتبط. أوكي طيب، هذا عشان هيك سموها neuromuscular blocker. لهلا سبب تسميتها neuromuscular blocker لأنها هي بتيجي بتحل محل الأسيتيلكولين تعمل blocking للريسبتر. طيب هلا سبب تسميتها non-depolarizing لأنه لما ترتبط هاي الأدوية زي التيوبوكيورالين ما بتعمل depolarization، غير قادرة على أنها تعمل opening للصوديوم channel وتعمل حالة depolarization اللي درسنا عنها سابقاً بالسلايد، لما حكينا كيف لما الأسيتيلكولين بيرتبط بيخلي الصوديوم channel تفتح ويدخل عندنا الصوديوم ويصير عندنا depolarization. بما أنهم هدول neuromuscular blockers بيرتبطوا وما بيعملوا أي إشي للصوديوم channel فبنسميهم non-depolarizing neuromuscular blockers. مثال عليهم التيوبوكيورالين. هلا التيوبوكيورالين كان معروف من زمان مش كدواء لكن ككيورير، كان معروف كالأرو بويزن. الأرو بويزن كانوا يستخدموا مستخلص نبتة، هاي النبتة مستخلصها يحطوه على السهم ويستخدموا هذه السهام في صيد الفرائس تبعتهم. فكانوا يسموا هذه النبتة ومستخلص هاي النبتة الكيورير اللي هو الأرو بويزن، used for hunting by South American Indian. لما السهم يخبط بالفريسة بصير عندها muscle relaxation paralysis of the skeletal muscle، وبالتالي كانوا يقدروا يمسكوها. طبعا كان يصير death للفريسة from the paralysis of the respiration muscles. عندي سؤال لكم، هلا قلنا كانوا يستخدموا سم السهم بسموه اللي هو الكيورير عشان يعملوا paralysis للفريسة ويقدروا يصيدوها، وهاي الفريسة بالنهاية كمان بتموت بسبب paralysis of the respiratory muscle. ليش لما يجوا ياخدوا هاي الفريسة وياكلوها ما بتأثر على الشخص اللي أكلها طالما استخدموا مادة الكيورير في صيدها؟ يعني ليش ما بصير عند الشخص paralysis للسكيليتال muscles تبعته لما ياكل الفريسة اللي تم صيدها باستخدام الأرو بويز؟ فكرتوا ليش؟ الجواب بيجي من هاي السنتنس،
التيوبوكيورارين اللي هي المادة الفعالة الموجودة في الكيورير بيحتوي على بوزيتيف تشارج، شحنة موجبة، وبالتالي لا يمكن انه يخترق جدار المعدة ويتم امتصاصه والدخول الى السيستميك سيركيوليشن. اذا لساتنا عم نحكي عن النون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكرز، وحكينا على التيوبوكيورارين اللي هو لونج اكتنج نيوروماسكولار بلوكر. نشوف شو الفارماكولوجيك افكت تبعته لما يدخل على الجسم. لما يدخل على الجسم رح يصير عندنا سكليتال ماسل ريلاكسيشن بسبب انه بيعمل بلوكينج للنيكوتينيك ام ريسبتور ات ذا نيوروماسكولار جنكشن. ممكن يصير عندنا هايبوتنشن، بس بدك تعرف انه الهايبوتنشن مش لانه بياثر على السموث ماسل اوف ذا فيسلز، لا، لانه التيوبوكيورارين ممكن يصير عندنا ريليز اوف هيستامين في جسم بعض الناس لما يدخل على جسمهم، والهيستامين هو اللي بيعمل فازو دايليشن وبيؤدي لهايبوتنشن. التيوبوكيورارين ما بياثر على السنترال نيرفس سيستم، هو بس عباره عن سكيلتال ماسل ريلاكسنس. فالادويه النون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكر ما بتعمل ديمينيشنج للكونشسنس اور بيرسبشن اوف بين even with complete paralysis. يعني لو الواحد أخذ skeletal muscle relaxant من هاي الأدوية وصار عنده complete paralysis، لا يعني إنه بطل يحس، لا يعني إنه بطل واعي. ممكن الواحد يكون completely مش قادر يحرك حاله، بس هو واعي للألم، واعي للناس اللي حواليه، لكن skeletal muscle تبعته ما عم تتجاوب معه لأنه صار لها paralysis بسبب هاي الأدوية. إذن هاي الأدوية ما إلها دخل بالconsciousness، إلها دخل بس بالparalysis of the skeletal muscle. تأثر الskeletal muscle بهاي neuromuscular blocker بيختلف. فnot all muscles are equally sensitive to blockade by competitive blockers. أول muscles تتأثر بسرعة في هاي competitive blockers هم the muscles of the face and eye هم most susceptible and they are paralyzed first. بعدين fingers, muscles of the fingers, بعدين limbs, neck, trunk are paralyzed. وآخر إشي diaphragm muscles. ولما يصير عندنا recovery ويخلص مفعول هاي non-depolarizing neuromuscular blockers, recovery بيكون in the reverse manner. يعني أول إشي diaphragm muscles اللي هي آخر إشي تأثرت هي أول إشي بصير لها recovery. بعدين باقي المسل آخر إشي بنيجي للمسلز of the face and the eye recovering last. فالريكفري بيكون بعكس التأثر بال neuromuscular blocking agent. اللي بتأثر بالأول بصير له ريكفري آخر إشي، واللي بتأثر آخر إشي بصير له ريكفري أول إشي. طيب شو الاستخدامات الطبية للنون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكر زي التيوبوكيورارين؟ زي ما ذكرنا ان جنرال اول سلايد بيحكي عن النيوروماسكولار بلوكر بشكل عام، حكينا نستخدمهم ثيرابيوتيكالي از ادجوفنت دراجز مساعد ان انستيزيا ديورينج سيرجري تو ريلاكس سكيليتال ماسل. وحكينا كمان انهم they are used to facilitate endotracheal intubation as well as orthopedic surgery. يعني مثلا العمليات اللي بدها انه السكليتال ماسل تكون بحاله باراليسيس، لما اعمل انا اندوتراكيال انتوبيشن بدي ادخل انبوب اندوتراكيالي، ما بدي الماسل السكليتال ماسلز المسؤوله عن الجاج ريفلكس تكون شغاله، هي رح تغلبنا واحنا عم ندخل التيوب، فبنستخدم سكليتال ماسل ريلاكسنت عشان يعمل لها باراليسيس. برضه لما طبيب العظام بده يحاول يعمل alignment لفراكتشر معينة بالعظم، بفضل إن السكليتال ماسل اللي حوالين العظم تكون بحالة الباراليسيز عشان يكون عندنا الالايمنت صحيحة. وكمان إذا بتتذكروا حكينا إنه بحاجة إلها during mechanical ventilation عشان muscles of respiration إذا كانت عم تشتغل، وبنفس الوقت ميكانيكال فنتيليتر عم بيشتغل رح يخرب الريذم تبع الميكانيكال فنتيليتر لأنه هي إلها ريذم والميكانيكال فنتيليتر إله ريذم. فأنا بعمل paralysis للسكيليتال muscle of breathing وبخلي بس الريذم يعتمد على الميكانيكال فنتيليتر. هلا كل النيوروماسكولار بلوكر ما رح تلاقيهم يستخدموا بالكوميونتي فارماسي، هم يستخدموا انترافينسلي وبس بالمستشفيات، ما يستخدموا باشكال صيدلانيه عن طريق الفم لانه اصلا الابسوربشن تبعهم از فيري مينيمال، وكمان ما لهم استخدامات خارج اطار المستشفيات. طبعا انترافينسلي لما اعطي الدواء انترافينسلي رح يصير في عندنا الباراليسيس ويل ديفلوبس ان مينيتس،
والريكفري بيعتمد على نوع النيوروماسكولار بلوكر، هل هو لونج اكتينج او انترميديت او شورت او الترا شورت، حسب التايم اللي بيأثر فيه، بحيث انه الريكفري بيصير حسب نوع النيوروماسكولار بلوكر. بالنسبة للدراج انتر اكشن with non depolarizing neuromuscular blocker، بدنا نعرف في عنا اربع ادوية في ممكن يصير drug drug interaction مع النيوروماسكولار بلوكر: نيوستاجمين والفيزوستاجمين والإيدروفونيوم، اللي هم ايش اخذتوهم المحاضرة السابقة، اللي هم عبارة عن acetylcholinesterase inhibitor. هدول acetylcholinesterase inhibitors can overcome the action of non-depolarizing neuromuscular blockers. شو يعني overcome؟ يعني تعاكس. يعني هلأ non-depolarizing neuromuscular blocker شو بعمل؟ بيشتغل عن طريق انه بيرتبط بريسبتور النيكوتينيك ام ريسبتور الموجود على المصل، وبمنع الاسيتيلكولين يرتبط. لما انا استخدم اسيتيلكولينستريز انهيبيتور از نيوستاجمين، هاي رح تعمل انهيبيشن للانزيم اللي بحطم الاسيتيلكولين، فرح تزيد لي الاسيتيلكولين از نيوروماسكولار جنكشن. لما ازيد الاسيتيلكولين معناها انا قاعد بعمل كومبيتيشن مع الانتاجونست، مع المصل بلوكر، سكيلتال ماسل بلوكر اللي هو مرتبط بالنيكوتينيك ام ريسبتور، فانا عم كاني بزيد من الاجونست، وبالتالي رح اعاكس من تاثير الانتاجونست او النون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكر. عشان هيك الاسيتيلكولينستريز انهيبيتورز لايك نيوستاجمين، فيزوستاجمين، ايدروفونيوم كان اوفركم ذا اكشن اوف نون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكر. اذا بستنتج اني بقدر استخدم الاسيتيلكولينستريز انهيبيتور في حاله انه عندي اوفر دوز اور توكسيسيتي فروم non-depolarizing neuromuscular blocker. مجموعة الثانية من الأدوية هم الهالوجينيتد هيدروكربون أنيستاتيكس like هالوذين. هدول برضو بيزيدوا الأكشن of non-depolarizing neuromuscular blocker. إذا تتذكروا أول المحاضرة حكينا لكم إنه لما اكتشفوا النيوروماسكولار بلوكر صاروا يستخدموهم للحصول على تأثير الparalysis of skeletal muscle، بدل ما كانوا يستخدموا large doses of the anesthetic. فإذا أنا استخدمت المصل سكيليتال مصل بلوكر مع الأنيستاتيك ايجنت، بدي أقلل الجرعة تبعت النيوروماسكولار بلوكر كمان تبعت الأنيستاتيك، لأنه منصير بس نعتمد على الأنيستاتيك في موضوع اللوس أوف كونشسنس، ومنصير نعتمد على النون ديبولارايزنج نيوروماسكولار في موضوع المصل باراليسيز أو ريلاكسيشن. مجموعة من المضادات الحيوية اسمها الأمينو غلايكوسايدز، رح نحكي عنها لما نحكي عن المضادات الحيوية. معروف عنها أنها بتزيد الأكشن of non-depolarizing neuromuscular blocker، بدنا ننتبه إذا المريض باخد هاي المضادات الحيوية. وفي عنا مجموعة دوائية اسمها كالسيوم شانل بلوكر، رح نتعرف عليها لما نحكي عن أدوية القلب. كالسيوم شانل بلوكر من اسمها بتعمل بلوكينج للكالسيوم شانل الموجودة على المسلز، واحنا بنعرف انه الكالسيوم كتير مهم في موضوع المسل كونتراكشن، فانا لما اقلل من دخول الكالسيوم داخل المسل اذا انا قللت من الكونتراكشن، اذا انا ساعدت في موضوع الباراليسيس. اذا الكالسيوم شانل بلوكر معروف عنها بتزيد الاكشن اوف نون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكرز. لاخر اشي بالنسبة للنون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكرز زي تيوبوكيورارين، في عنا precaution and contraindication موضوع استخدامهم مع الناس اللي عندهم myasthenia gravis. إذا بتتذكروا هاي الحالة اللي هي عبارة عن autoimmune disease ذكرناها سابقا، هدول الناس بيكون عندهم نقص في النيكوتينيك M receptor نتيجة إنه في عندهم antibodies بتعمل degradation لهاي receptors، فبيكون عندهم muscle weakness. فبدنا ننتبه لما نستخدم non-depolarizing neuromuscular blocker، ما هو أصلا هدول بيعملوا كمان paralysis وهم already عندهم muscle weakness. ننتبه this is a precaution and sometimes it is a contraindication. كمان لما نستخدم النيوروماسكولار بلوكر مع الجنرال انستاتيك ايجنت لازم يكون تركيز النيوروماسكولار بلوكر قليل، لانه اوريدي الانستيزيا ممكن كمان تعمل سكيليتال مسل ريلاكسيشن. اذا لا سمح الله وصار عندنا توكسيسيتي فروم ذا نون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكر والواحد اخذ جرعه زائده، طبعا بنخاف انه رح يصير عندنا ابنيا بسبب الدبريشن اوف ريسبيريشن، فالحل انه نعمل مانجمنت للريسبيريشن باي respiratory support. وكمان زي ما ذكرت لكم بالسلايد السابق انه نستخدم كولينستريز انهبيتور لايك نيوستاجمين. هدول الادوية الاسيتيلكولينستريز انهبيتور رح يزيدوا من الاسيتيلكولين at the neuromuscular junction، وبالتالي رح يعاكسوا تأثير non-depolarizing neuromuscular blocker. اذا حكينا
عن أول مجموعة من النيوروماسكولار بلوكر اللي هي النون ديبولارايزين نيوروماسكولار بلوكر، وحكينا مثال عليها لتيبوكيورارين، وقلنا اسمها نون ديبولارايزين لأنه هي بترتبط مع النيكوتينيك ام ريسبتر فقط ارتباط، وبتمنع الأسيتيلكولين يرتبط، وما بتقدر تعمل اوبنينج للصوديوم شانل، وبالتالي ما بتقدر تعمل ديبولارايزيشن للمصل، عشان هيك سميناها نون ديبولارايزين. النوع الثاني من النيوروماسكولار بلوكر اسمهم ديبولارايزينج نيوروماسكولار بلوكرز، ورح ناخذ مثال عليهم الساكسينيلكولين. الساكسينيلكولين as a depolarizing neuromuscular blocker بيرتبط برضو مع النيكوتينيك ام ريسبتورز، بس هاي المرة بيختلف عن النون ديبولارايزينج نيوروماسكولار بلوكر، انه لما يرتبط رح يفتح عنا الصوديوم شانل ويصير عنا ديبولارايزيشن ومصل كونتراكشن. طيب المشكلة انه رح يضله مرتبط، مش زي الاسيتيلكولين. الاسيتيلكولين لما يرتبط بيجي الاسيتيلكولين ستيريز وبيحطمه، وبالتالي بيقوم بيطلع من الريسبتر، وبصير عندنا بعد الديبولاريزيشن ريبولاريزيشن. الساكسينيلكولين لا، بيرتبط مع النيكوتينيك ام ريسبتر، بصير عندنا ديبولاريزيشن ومصل كونتراكشن، وبيضله مرتبط. لما يضله مرتبط ما رح يصير عندنا ريبولاريزيشن، فرح تصير المصل بوضعية الباراليسيز لأنها غير قادرة إنها تستجيب لأنذر أسيتيلكولين، لأنه الساكسينيلكولين مرتبط بالنيكوتينيك أم ريسبتر، والمصل ضلت بوضعية الديبولاريزيشن وما صار لها ريبولاريزيشن. إحنا بنعرف حسب السلايد اللي شرحناه في بداية هاي المحاضرة إنه لازم المصل تضلها ريبيتدلي بحالة ديبولاريزيشن and ريبولاريزيشن to maintain contraction. عشان هيك هاي المجموعة الدوائية سموها depolarizing neuromuscular blocker. هي عبارة عن neuromuscular blocker لأنه ترتبط مع النيكوتينيك ام ريسبتر وبتمنع الأسيتيلكولين يرتبط، وهي depolarizing لأنه هي نفسها عندها القدرة تعمل depolarization للمصل وتضل المصل بحالة depolarization، وبالتالي بالنهاية رح يصير عندها paralysis وما رح تستجيب ويصير لها further contraction. الديبولارايزينج نيوروماسكولار بلوكر استخدامه زي النون ديبولارايزينج نيوروماسكولار بلوكر في حالة المصل ريلاكسيشن، إذا احتاجت لمصل ريلاكسيشن ما إلها، برضو زي النون ديبولارايزينج نيوروماسكولار بلوكر ما إلها تأثير على السنترال نيرفس سيستم، ما إلها تأثير على الكونشيسنس، ولا إلها تأثير على البين، هي بس تعمل كومبليت باراليسيز. يعني لازم ممكن لا سمح الله الواحد يكون completely paralyzed by these neuromuscular blockers and he is at the same time completely conscious feeling the pain. هلا استخداماتها برضو muscle relaxation during procedures or surgeries، بس نعرف انه depolarizing neuromuscular blockers اللي هي مثال عليها الساكسينيلكولين، إذا بدي أشوف ترتيبها بالنسبة لل time of action، ساكسينيلكولين هو عبارة عن ultra short acting neuromuscular blocker. إذا بتتذكروا لما حكيت لكم عن الجدول اللي بيقسم neuromuscular blocker ل long و intermediate و short و ultra short، قلت لكم تذكروا الساكسينيلكولين. ساكسينيلكولين هو ultra short acting depolarizing neuromuscular blocker، لهيك بستخدمه بحالة إني أنا بدي muscle relaxation بشورت بروسيجرز، لانه الديوريشن اوف اكشن تبعته هو من 4 تو 6 مينت. فمثلا اذا انا بدي اضطر اعمل اندوتراكيال انتوبيشن للمريض، 4 تو 6 مينت بتكفي عشان ادخل التيوب. برضه في حاله الاندوسكوبي، في حاله الانترو كونفالسيف ثيرابي، الكترو سوري كونفالسيف ثيرابي، هدول ما بدهم مصر ريلاكسيشن فور ا لونج بيريد اوف تايم، جست ا شورت بروسيجرز. وبالتالي الساكسينيلكولين اللي هو ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكر بيقوم بالمهمه. إذن الساكسينيلكولين اللي هو depolarizing neuromuscular blocker له short duration of action زي ما حكينا 4 to 6 minutes. ساكسينيلكولين بنعطى intravenously، وحكينا كل المصل neuromuscular blockers بنعطوا by injection، ما بنعطوا orally. ساكسينيلكولين برضو بنعطى intravenously. هلأ ال duration of action تبعه several minutes 4 to 6 minutes لحتى انه انا اقدر احافظ على فترة اطول من عمل الساكسينيلكولين بنعطى by infusion، عشان طالما انه انا بدخله على السيستميك سيركيليشن طالما له تأثير. لا الاكشن تبع الساكسينيلكولين بخلص بالجسم عن طريق
hydrolysis by plasma pseudocholinesterase, not by the acetylcholinesterase الموجودة بال synapse at the neuromuscular junction, لكن by the cholinesterases الموجودة بالبلازما بسموها plasma pseudocholinesterases. فهاي الإنزيمات هي المسؤولة إنها تعمل hydrolysis of the succinyl choline. عشان هيك succinyl choline بالنهاية له وقت قصير جدا، لأنه متى ما صار له diffusion ودخل على البلازما بصير له hydrolysis by the pseudocholinesterase، بس ما بصير له hydrolysis by the acetylcholinesterase الموجود بالsynapse at the neuromuscular junction. إذا depolarizing neuromuscular blockers succinyl choline بنعطى IV injection. لنعرف إن solution تبع succinyl choline unstable لازم نستخدمه خلال 24 ساعة. حكينا طريقة التخلص منه، الجسم بتخلص منه عن طريق إنه rapidly degraded by plasma cholinesterases، ومرات بيحكوا عنهم pseudocholinesterase زي ما هو مكتوب بالسلايد السابق. تأثيرهم very brief 4 to 6 minutes. ممكن أضطر إذا بدي تأثيرهم أطوله إني أعطيه by continuous infusion to maintain longer duration of effect. طبعا the drug effects rapidly disappear upon discontinuation. متى ما وقفت الانفيوجن، متى ما الدواء تأثيره راح، لأنه راح يصير له rapid degradation by the plasma cholinesterase. هلا في ناس بنولدوا وعندهم genetic variants بحيث إنه plasma pseudocholinesterase levels are low or absent. ناس ما عندهم plasma pseudocholinesterase بتوقع إنه تأثير succinyl choline راح يصير طويل عندهم، راح يصير عندنا prolongation للإفكت of succinyl choline. هدول بدنا ننتبه باستخدام succinyl choline عندهم، لأنه راح يصير في عندنا prolongation للtiming of the effect of paralysis. Adverse effect من استخدام ال depolarizing neuromuscular blocker اللي هو succinyl choline، عندنا apnea. الأبنية بنخاف منها إنها تصير بس من الناس اللي عندهم low pseudocholinesterase activity. الناس اللي عندهم نقص في الإنزيم اللي بيحطم السكسينيل كولين هم ممكن يصير عندهم أبنية. أما الناس العاديين اللي عندهم نسبة pseudocholinesterase normal level رح يتحطم عندهم السكسينيل كولين وما رح يؤدي، ما بنخاف من حصول الأبنية. كمان adverse effect إنه ممكن يصير عندنا post operative muscle pain، آلام في العضلات بعد العملية، بصير يشعر البيشنت بعد ما تخلص العملية إنه عنده آلام في النك في الشولدر في الباك. هاي الآلام بتظهر 12-24 ساعة after surgery and may persist several hours or even days. إذا البيشنت شكى من هاي الآلام، طبعا هاي ما بتخوف، الآلام هاي سببها إنه العضلة لما صار لها paralysis صار لها paralysis بوضعية depolarization اللي هي وضعية muscle contraction، فلهيك العضلة كانت طول فترة السيرجري بوضعية depolarization أو contraction، فلهيك البيشنت بشعر بألام بعد انتهاء عمل مفعول depolarizing neuromuscular blocker، بس ما بيخوف وبيستمر ساعات إلى أيام وبنتي بروح لحاله متى ما رجعت العضلة لوضعها الطبيعي. بالنسبة للدراج انتراكشن مع السكسينيل كولين اللي هو depolarizing neuromuscular blocker، بدنا نعرف إنه الكولينسترايز انهبيترز بوتنشيات يعني بيزيدوا فاعلية تأثير السكسينيل كولين. إذا بتتذكروا النون depolarizing neuromuscular blocker حكينا إنه الكولينسترايز انهبيترز overcome effect تبعهم، وحكينا إنه نستخدم الكولينسترايز انهبيترز to overcome toxicity from non depolarizing neuromuscular blocker. هون العكس تماما. For succinyl choline, cholinesterase inhibitors will potentiate، رح يزيدوا الإفكت of succinyl choline. ليش؟ لأنه حكينا succinyl choline بيعتمد في degradation تبعه وانتهاء مفعوله على البلازما pseudocholinesterase، وهدول البلازما pseudocholinesterase برضو بتأثروا بالcholinesterase inhibitors، فأنا إذا عملت لهم inhibition رح يبطلوا يحطموا succinyl choline، فرح يصير عندنا potentiation زيادة للإفكت تبعهم. إذا ما في عندي antidote للsuccinyl choline، إذا صار في عندي poisoning from succinyl choline ما بقدر زي non-depolarizing neuromuscular blocker إني أستخدم لهم الكولينسترايز inhibitors like neostigmine. ما في antidote، لكن نعتمد على supportive management حسب شو السيمتومز والأعراض تبعت البيشنت نعمل treatment.
يعطيكم ألف عافية. وصلنا لآخر المحاضرة، هيك بنكون خلصنا الأدوية اللي تعتبر كولينيرجيك دراجز، اللي هي ماسكولينيك أغونيست، ماسكولينيك أنتاغونيست، كولينستريز إنهيبيتورز، نيوروماسكولار بلوكينج إيجنت. بتمنى منكم إنكم عم بتأجلوا دراسة المواد وبتحاولوا تدرسوها أول بأول. وبدي أحكي لكم إنه never do tomorrow what you can do today. حاول ما تأجلش شغلك، وإذا عندك نص ساعة من وقتك اسمع المحاضرات اللي أجلتها اليوم وما تخليها تتراكم عليك. Drink some coffee and handle the course material. ما تقولوا بكرة وبعده وعلى الويك إند. حاولوا جهدكم لو نص ساعة بالنهار تسمعوا جزء من المحاضرات أول بأول، حاولوا حتى إن شاء الله ما تتراكم عليكم. وأهلا وسهلا فيكم بأي سؤال، سواء مريتوا على مكتبي بوقت الأوفيس أور أو بعتولي مساج عن طريق المودل.